طيب علشان نشرح الانتيريور ترينجل والكونتنتس بتاعتها بتفصيل شويه، لازم نتكلم على العضلات اللي بتشكل الارضيه والباوندريز بتاعت هذه الترينجل. فكانت اهم عضله عندي اللي هي الاسترنو ماستويد ماسل، العضله اللي ساهمت في تقسيم النك الى تو او سايد اوف ذا نك الى تو ترينجلز. العضله اللي اسمها استرنو ماستويد، بصوا كده على حسب الرسمه، العضله دي البيجننج او الاوريجن بتاعها جاي من تحت اللي عاملينه هنا بالاحمر، جايه ب راوند التندون طالع من الاسترنم، منين؟ من الاسترنم، فروم ذا ابر بوردر، الباك اوف ذا ابر بوردر اوف استرنم. التند الاوريجن ده اللي بيسموه استرنال اوريجن او استرنال هيد، كان من مميزاته ان هو تندينس براوند التندون. اما اللاترال تندون اللي هو البيجر شويه عن الاسترنال اوريجن فبيسموه كلافيكولر، ودي كانت فليشي ماسل فايبرز وطلعت من الميدل وان ثيرد اوف ذا كلافيكل. التو هيدز تو بارتس اتحدوا مع بعض وراحهم شكلوا البالك اوف ذا ماسل، واتحطت الانسرشن في جزئين اتنين في الاوتر سيرفيس اوف ذا ماستويد بروسيس والميديال وان ثيرد اوف ذا سوبيريور نيوكال لاين. افكركم السوبيريور نيوكال لاين اللي كان بيوصل الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس من ورا بالماستويد بروسيس من قدام. بالنسبه للاسترنو ماستويد ماسل كان لها نيرف سبلاي وكان لها اكشن وسم امبورتنت ريليشنز. النيرف سبلاي هتاخد النيرف سبلاي بتاعها من عصب شهير اسمه اكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 11 كان له تو بارتس، في عندي كرينيال بارت وسباينال بارت. سباينال بارت اوف اكسسوري هو اللي كان بيغذي المصل دي بموتور انرفيشن. اما العضله دي فيها تندون في بروبريوسبتيف ريسبتورز، كانت بتستقبل البروبريوسبتيف سنسيشن عن طريق سي 2 وسي 3. بالنسبه للاكشن بتاعت هذه المصل، لو هتشتغل على وان سايد it flexes the neck laterally، يعني it bends the neck او الهيد laterally and it turns the face to the opposite side. اما لو تشتغل على ناحيه الاثنين بتعمل flexion للنك. ده الكلام عن العضله ديت. كان العضله دي لها some important relations. some important relations هنتكلم عليها في الشريحه اللي جايه. تمثلت في superficial و deep relations. Superficial relations of the sternomastoid muscle. كان في one important superficial vein اللي هو ال external jugular vein، وكان معاه كمان جزء من الباروتيد جلاند. بنذكركم بنقول لكم ان الباروتيد جلاند لما طلعت فوق لقت bones اللي هي الماستويد وال external odotrimiatus والزيجماتيك arch، نزلت تحت لقت انجل اوف ذا ماندبل، قالت انا مش هستريح لا فوق ولا تحت، انا اطلع من قدام انام احط راسي على مخده، والمخده دي كانت المسيتر ماسل، واحط جنبي على مخده ثانيه اللي هي الاسترنو ماستويد. اذا الباروتيد جلاند كانت مغطيه عامله كفرنج، يعني ماشيه سوبرفيشال لجزء من الاسترنو ماستويد ماسل. طيب كان في كمان مجموعه ستراكشرز ماشيه مع ده على الاسترنو ماستويد اللي هي بعض من الكيوتينيوس نيرفز اللي كانت رايحه تغذي منطقه الهيد اند نيك. نذكركم هي مش موجود في الرسمه هنا لكن كانت موجوده في الدرس اللي فات. كان في عند الجريت اوراكولار نيرف اللي مشي في هذا المسار، وكان في عندي الليسر اوكسيبتال نيرف اللي مشي في هذا المسار، والترانسفيرس سيرفايكال نيرف، والسوبرا كلافيكولار نيرفز. اما الديب ستراكشرز اللي معديه تحت الاسترنو ماستويد، بيقول الاسترنو ماستويد ديت اول عضله تقابلني بعد ما اشيل الديب فاشيا، نايم تحتها تقريبا معظم الاستراكشرز اللي قاعده في النك. لكن احنا قلنا من معلوماتنا القديمه ان الانتيريور جاجولار فين كان في الترمينيشن بتاعه كان معدي ديب للمصل، بالاضافه الى مصلز كتيره بتشكل الفلور اوف ذا انتيريور وبوستيريور ترانجل، ونحكي عليها بعد شويه. من العضلات ديت كانت في عضله اسمها سكالينوس انتيريور ماسل، احدى العضلات المهمه في النك، وتمثل واحده من الديب ريليشنز اوف ذا استرنو ماستويد ماسل. سكالينوس انتيريور هنتكلم على العضله ك اتاتشمنت ونيرف ونيرف سبلاي واكشن. هنقول ان الارضيه اللي هرسم على العضله انا هبتدي اجيب السيرفايكال فيرتبري من 1 لحد 7، ونذكركم ان السيرفايكال فيرتبري كان عددهم 7، اما السيرفايكال نيرفس عددهم 8. بعد سيرفايكال سي 7 ما تخلص بتكون موجوده الفيرسوثراسيك فيرتبرا. قدام شويه هنجد المانوفرا مستر ناي اللي هو الابر بارت بتاع الاسترنم، وطالع منه من هذا النوتش الفيرست ريب،
كانت ماسكه الفيرست ثوراسيك فيرتبرا وعامله ارتكيوليشن مع المانوبريم استرناي. طيب ده الفيرتبرا العاديه كانت لها بودي وكان لها تو لكن لها ترانسفيرس بروسيس. الترانسفيرس بروسيس بينتهي من عند التب بتاعته بتو تيوبركلز، انتيريور تيوبركل وبوستيريور تيوبركل. تعالوا نشوف الاسكالس انتيريور ازاي تاخد الاتاتشمنت بتاعها وتحط الانسيرشن بتاعها. الاتاتشمنت الاوريجن، اولا الاوريجن تطلع الاسكالينس انتيريور ماسل زي ما احنا شايفين باوريجن باربعه سليبس هيطلعوا من الانتيريور تيوبيكال اوف ترانسفيرس بروسيسز اوف سي 3 وسي 4 وسي 5 وسي 6. اما الانسيرشن بتاعها فكان بيحط في الاسكالين تيوبيكال اللي قاعد على الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا فيرست ريب. ده كان الاتاتشمنت الاوريجن والانسيرشن بتاعت عضلتنا اللي هي اسمها سكالينس انتيريور. النيرف سبلاي اوف ذا سكالينس انتيريور بالتاكيد هتاخد من السيرفيكال نيرفز في المنطقه المحيطه بيها، هيطلع من هنا سي 4 وسي 5 وسي 6. السيرفيكال نيرفز هيغذوا المصل دي بموتور انرفيشن. اما الاكشن بتاعت المصل، هنقول ان العضله ديت لما تيجي تشد من تحت هتعمل lateral flexion of the neck لو هتشتغل من تحت، انما لو هتشتغل من فوق هتعمل elevation of the first rib، بالتالي هتساعدني في رفع او زياده ال vertical diameter of the thoracic cage، فبالتالي هتزود ال vital capacity. اذا هي من عضلات ال forced inspiration. دي السكالينس انتيريور ماسل، ودي ماسل مهمه في الحقيقه لها ريليشنز نحب نتعرف عليها من خلال الشريحه الجايه. هنقول ان في ستراكشر اتعدى عليها من قدام، وفي ستراكشرز من الميديال سايد، وستراكشر من اللاترال سايد، وستراكشرز فروم بيهايند يعني بوستيريورلي. نبتدي نتكلم على الانتيريور ريليشنز اوف ذا سكالينس انتيريور ماسل. هنقول قاعده لطيفه، 1 نيرف 2 ماسلز 2 ارتريز 3 فينز. ازاي؟ دي السكالينس انتيريور ماسل، هيعدي من عليها المصل دي تعتبر زي سجاده حمراء. الاستراكشر خطير جدا، نيرف في منتهى الاهميه هو الفرينك نيرف، النيرف اللي رايح يغذي الدايفرام. هذا النيرف جاي من سي 3 و4 و5، يعني جاي من السيرفايكال ريجون ورايح للدايفرام في الثوراسيك ريجون. لكن هذا النيرف، ولانه النيرف المسؤول عن تغذيه المصل، المسؤول عن الريسبيريشن اساسا بالموتور انرفيشن، هذا الفرينيك نيرف طبعا ده من كبار الزوار، فلابد انه يعدي على السجاده الحمراء اللي هي السكالينس انتيريور، فنجد النيرف ماشي عليها من قدام. مغطي هذه المصل ويحمي النيرف عضلتين الاثنين، العضله الاولى اللي هي الاسترنوماستويد، والعضله الثانيه اللي اسمها الاوموهايويد مصل. يبقى دي كانت الانتيريور ريليشن، 1 مصل و 1 نيرف و 2 مصلز. طب في 2 ارتريز مهمين، 2 ارتريز، اول ارتري اسمه ترانسفيرس سيرفيكال ارتري، والتاني اسمه سوبرا سكابولار ارتري. هذه الارتريز من برانشات السبكليفين ارتري، وهنتعرض لها في وقتها لما نيجي نتكلم عن البرانشز اوف سبكليفين ارتري. ثم في عندي ثلاثه فينز، ثلاثه فينز. انا افتكرت ان الانتيريور جاجولار فين في الترميليشن بتاعه لما كان معدي من تحت الاسترنوماستويد وهو في طريقه، لانه هو يحمل يونيون وينتهي في الاكسترنال جاجولار فين، كان معدي تحت الاسترنوماستويد بس كان معدي ايضا فوق الاسكالينس انتيريور. اذا هو واحد من عدد ثلاثه فينز ماشيين رانينج اوفر ذا انتيريور سيرفيس وعاملين انتيريور ريليشنز اوف ذا اسكالينس انتيريور. الفين الثاني اسمه انتر، اسمه سبكليفيان فين. السبكليفيان فين برضه معدي على اللور بارت اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف سكالينس انتيريور، وبيتحد مع فين اخر اسمه الانترنال جاجولار فين. ده الكلام ده، انا عندي ثلاثه فينز هنا مغطيين اللور بارت اوف ذا مصل اللي هم الانترنال جاجولار والسبكليفيان اند ذا انترنال جاجولار فين، انتيريور وانترنال وسبكليفيان. البوستيريور ريليشن اوف ذا ماسل، ادي السيرفيكال فيرتبري من 1 ل 7 ومعاها سفيرس ثوراسيك فيرتبرا، ده المانيوبرا مستر ناي، والفيرست ريب كانت ماسكه منه لحد ترانسفيرس بروسيس اوف ذا تي 1 فيرس ثوراسيك فيرتبرا. ادي العضله بتاعتنا اللي اسمها السكالينس انتيريور، العضله ديت كانت قاعده على الميديال سايد بتاعها عضله ثانيه من البري فيرتبرال ماسل اسمها لونجاس كولاي ماسل. بين اللونجاس كولاي ميديالي وبين السكالينس انتيريور كان هذا التراينجل اسمه فيرتبرال تراينجل. الكونتنتس اوف ذا فيرتبرال تراينجل هي نفسها الميديال ريليشنز اوف ذا سكالينس انتيريور، وكانوا يشملهم الاتي، ثلاثة ارتريز، السبكليفيان ارتري واحد طالع منه تو برانشز، اول برانش اسمه فيرتبرال ارتري، والبرانش الثاني اسمه سايرو سيرفايكال
ترانك وهنتكلم عليه في وقته. دول الثلاثة arteries related للميديال بوردر أو الميديال ريليشن أوف ذيس كلاس أنتيرو. وان نيرف، وان نيرف ماشي من عند النقطة ديت على الميديال سايد اسمه سمباثيتك ترانك. طيب ده بالنسبة للميديال ريليشن. اللاترال ريليشنز، الفيرست بارت أوف سبكليفيان عاد ميديال للمصل، السكند بارت تحت المصل، الثيرد بارت كان يقع لاترال للمصل. اذا لاترالي هنجد في عندي السبكليفيان الثيرد بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري بالاضافه الى بعض من اللي هي المراحل الترانكس اوف ذا بريكيال روتس اوف بريكيال بلكسسز. بريكيال بلكسس كانت ابير من عند اللاترال مارجن اوف ذا مسل وكانت ظهرت بتوين ذا سكالنس انتيريو قدام السكالنس ميديس من ورا. الديب ريليشن او البوستيرو ريليشنز اوف ذا مسل كانت اساسا في عضله اسمها السكالنس ميديس تقع بوستيرور للسكالنس انتيريور ويحجزها عنها البريكيال بلكسس. العضلة الثانية اللي اسمها سكالينس ميدياس بنفس الطريقة نرسم الفيرتبرال كولوم من C1 لـ C7 نزود عليها T1 وقدام منها هيكون المنبرامسترناي اللي هربطها بT1 بالفيرستريم. العضلة بتاعتنا اسمها سكالينس ميدياس أكبر من السكالينس أنتيريور وهيكون الأوريجن بتاعها أكبر. أكبر هتطلع من البوستيريو تيوبركل لكل السيرفيكال ترانسفيرس بروسيسز وهتحط الانسيرشن ورا الانسيرشن اوف ذا سكالنس انتيريور في الابر سيرفيس اوف ذا فيرست ريب. ده كان الانسيرشن. اما النيرف سبلاي ولانها عضله كبيره واخدت الاوريجن بتاعها من كل الترانسفيرس بروسيسز فتاخد نيرف سبلاي من كل السيرفيكال سباينال نيرفس يعني من C1 لحد C7. نفس الاكشن اللي بتقوم بيه سكالنس ميدياس هو نفس الاكشن اللي قامت بيه السكالنس انتيرو وتمثل في الاتي. لو هتشتغل من تحت هتعمل لاترال فليكشن اوف ذا نيك، لو هتشتغل من فوق هتشد الفيرست ريب ترفعها لفوق هتزود الفيرتيكال اكسس اللي هو المحيط اللي هو القطر الراسي للثراسي كيج فبالتالي تزيد الفيتال كاباسيتي تزيد كميه الانتري وده يفيدنا في حاله الفورسد انسبيريشن. دي بالنسبه للسكالينس ميدياس ماسل. ماسل الثالثه من مجموعه الاسكالين، اسكالين جمع سكالينس اسمها سكالينس بوستيريور. ادي من C1 لسي 7 معاها T1 المانوبرا مستر ناي. المانوبرا مستر ناي هيعمل ارتكوليشن بالفيرست ريب اللي هتوصله للترانسفيرس بروسيس اوف T1. طيب دي السكند ريب. احنا تحت الفيرست ريب بفكركم ان السكند ريب كانت ماسكه في الاسترنم عند المانوبرو استرنال جانكشن وماسكه من تحت ماسكه من ورا بالسكند ثوراسيك فيرتبرا. السكالنس بوستيريور لما نيجي نشوف الاتاتشمنت يعني الاوريجن والانسيرشن فتطلع الاوريجن بثلاثه سليبس. ملاحظين ان الثلاثه سليبس طالعين من ورا الترانسفيرس بروسيس حيثما يوجد البوستيريور تيوبركل اوف سي. دي كام؟ دي سكالنس دي واحد يبقى دي اربعه وخمسه وستة وهتحط الانسيرشن بتاعها في الاوتر سيرفيس اوف ذا سكند ريب. يبقى السكالينس انتيريور والسكالينس ميدياس في الفيرست ريب اما السكالينس بوستيريور فكانت في السكند ريب. طيب ده الانسيرشن. ماذا عن النيرف سبلاي؟ بالتاكيد هتاخد نيرف سبلاي من النيرفس اللي طالعه جنبها اللي هو السيرفيكال سي 4 و5 و6. الاكشن بتاعها مشابه تماما للاكشن اوف ذا سكالينس ميدياس اند انتيريور. لو هتشتغل من تحت هتعمل لاترال فليكشن تشد النيك لاترالي تعمل لاترال فليكشن. لو هتشتغل من فوق تشد السكند ريب هترفعها لاعلى فبالتالي تزود برضه الفيرتيكال اكسس اوف ذا ثوراسيك كيج فتزود الفيتال كاباسيتي وكميه الاير انتري اللي داخله. العضله الرابعه في مجموعه الاسكالين اسمها سكالينس مينيمس. سكالينس مينيمس اخذ الاورجن بتاعها من ترانسفيرس بروسيس سي 7 وحاطط الانسيرشن بتاعها في السوبرا بلورال ممبرين.